أنشأت جامعة أسيوط أول مركز لرعاية طلاب ذوي الهمم على مستوى جامعات الصعيد والخامس على مستوى الجامعات المصرية. يأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتماما خاصا بطلاب ذوي الهمم لدمجهم مع أقرانهم من الطلاب الجامعيين من أجل تطوير الخدمات الثقافية والتعليمية المقدمة لهم. اهتمام خاص توليه الدولة للطلاب من ذوي الهمم حيث تسعى لدمجهم مع أقرانهم من أجل تطوير الخدمات الثقافية والتعليمية المقدمة لهم. وفي إطار هذا الاهتمام أنشأت جامعة أسيوط أول مركز لرعاية الطلاب من ذوي الهمم على مستوى جامعات الصعيد وهو الخامس على مستوى الجامعات المصرية. أنا سعيد طبعا بوجودي في هذا المركز، يمكن مش أول مرة أزور المركز، زرته مرات عديدة ومتعددة، في كل مرة بنجد نشاط في فعالية، الطلبة حابين المكان، ويمكن ده وجدناه في وجوههم وابتساماتهم ورضاهم. تجولت يمكن في أغلب الغرف، في غرف الخاصة بالتعلم الفني الموسيقي، العزف، الغناء، أصوات عذبة، أصوات جميلة مفرحة. وكما لاحظت حضرتك إن احنا خدنا قرار انهم هيشاركوا معنا في احتفالات 6 اكتوبر، فقره خاصه بذوي الاعاقه اللي هتبقى مزمع اخضها ان شاء الله في 6 اكتوبر. بنحاول ان احنا نستقبل الطلاب مع بدايه العام الدراسي، وبنحاول ان احنا ندمجهم في الحياه الجامعيه بتاهيلهم نفسيا، ثم ان احنا بيتم توزيعهم على كافه القطاعات، بنحاول ان احنا نقدم لهم كافه الخدمات الممكنه، بحيث ان احنا بنبني شخصيه الطالب بشكل مختلف. ويضم المركز قاعة تدريب ومركزا لطباعة الكتب بطريقة برايل ومكتبة ثقافية وقاعات مزودة بأجهزة الكمبيوتر للإعاقة البصرية. أنا مبسوطة جدا إن أنا طالبة من ذوي الهمم داخل المركز، لأن المركز ده بيقدم لنا حاجات كتير جدا زي خدمات طبية، خدمات دراسية، خدمات ترفيهية كمان للطلبة، بيقدم معسكرات كتير زي معسكر إعداد القادة، زي معسكر رياضي هيتم الفترة الجاية إن شاء الله. ويحقق المركز حلم طلاب كثر في الحصول على تجربة تعليم متكاملة وتوفير الأجهزة الداعمة، بالإضافة إلى دعم ممارسات الأنشطة الطلابية المتنوعة من موسيقى وغناء وأنشطة ذهنية. طبعا التعامل مع الطلبة هنا بيبقى شوية محتاج سكيلز خاصة للأشخاص اللي ممكن يتعاملوا معهم، ده الحمد لله بنحاول نوفره لهم من خلال التواجد معهم في فترات دراستهم، لو في أثناء الدراسة ولو أثناء الأجازة زي كده، احنا موجودين معهم تقريبا شبه يوميا. كذلك ضم المركز أول معمل على مستوى الجامعات المصرية مخصص لاختبارات الطلاب المكفوفين والصم والبكم، وكذلك أول ناد اجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية بجامعاتها المختلفة.